الحقوني يا بنات، اتكسفت حته كسفه من جوزي، صحاني من احلى نومه قال لي امي يا بتاعت الوصفات شوفي كعب رجلك. بصيت في كعب رجلي اتصدمت، ما انا عندي بيت وعيال برضو واكل وشرب، وطول النهار تعبانه وسهي عليا. نمت يا بنات، اعمل ايه طيب؟ بس على مين؟ رجعت كعب رجلي في 5 دقايق زي رجل العروسه بالظبط. جبت كيس ثلاجه حطيت فيه معلقتين من البيكنج باودر ومعلقتين من خل التفاح. خل التفاح برضو بيسحب السموم اللي داخل الجسم وبيخلي كده فيه ايه روقان بال جامد جدا. وبعد كده رجيتهم وجبت معلقتين من البريل اللي هو سائل الاطباق. ما كانش عندي شاور بصراحه، عندك كوتش. ونزلت ربع كوبايه من الميه كده بتاعت الحنفيه ورجيتهم مع بعض ونقعت فيهم رجلي الاثنين. عملت طبعا رجلي الاثنين، نقعتهم لمده 5 دقايق او 7 دقايق. بعد كده بص جلد ميت نزل، خشونه نزلت، تنظيف عميق لكعب رجلي كان زي الفل ان شاء الله، هتشوفيه دلوقتي قدامك. بعد كده شلت رجلي من الكيس ده وجبت الحجر كده على الناشف وابتديت ادلك بيه كعب رجلي كله كده زي ما انتم شايفين. من اول دعكه كده نزلت البلاوي اللي كانت عالقه، تمام زي ما انتم شايفين. بس انا مش عارفه ايه اللي وسخ رجلي بالطريقه دي، مش فاهمه بجد، مش عارفه وصلت ازاي للمرحله دي. بص زي ما انتم شايفين كده فضلت ادعك لمده 5 دقايق في كعبي زي ما انتم شايفين، وبعد كده شطفته وهنشفه دلوقتي. الخطوه دي لو عملتيها يوم او يوم لا كعب رجلك على طول هيبقى زي القمر زي ما انتم شايفين. جبت كعب غزال بقى روج قديم عندك احمر مش بتحتاجيه، هتحطي منه كده على كعب الرجل وتبداي تدلكي. شوفي زي ما انتم شايفين كده، بعد كده مسحت عشان كعب الغزال اللي معايا ده كريمي كمان زي ما انتم شايفين. شفتوا الجمال بقى؟ جربوها هتعجبكم.